وأحب أن أتحدث في نقاط معينة. النقطة الأولى التي أريد أن أبعث بها رسالة إلى الجميع، إلى العلماء، إلى طلاب العلم، إلى المهتمين، لأقول لهم إن العلماء في تاريخنا وإن المهتمين بالدراسات الشرعية طبعا كانوا وهم من يقف على باب أو البوابة، بوابة الحراسة والحماية لهذا الدين. والعلماء أدرسوا فعلا ولقنوا، هذا معروف، ولكنهم كانوا دائما مناضلين عن هذا الدين. كانوا حينما يشمون أن هنالك شيئا يحاق ويحاك في هذا الدين، كانوا بحكم اهتمامهم الذي أكسبهم حساسية مفرطة وفطنة فائقة، كانوا دائما يتفطنون. ولذلك هذه الأمواج المتلاحقة من محاولات الهدم والصعق وما إلى ذلك مما مر في التاريخ، دائما كانت تجد من يكشفها ومن يكشف عواره. وأنتم ترون في تاريخنا مع الأسف الشديد، هذا لم نهتم به كثيرا، أن هنالك مواكب من العلماء الذين واجهوا التيارات، كل التيارات، من غنوصية أولا، من انحرافات وقعت في الصف الإسلامي، من هجمات، من نحل ضالة ومضلة. وأنتم تعرفون أن الناس كتبوا في الوقت المناسب حينما برزت الباطنية، تصدى لها العلماء في الحين وكتبوا في الباطنية، وكتب أبو حامد في فضائح الباطنية، وكتب غير واحد في كل هذه المذاهب، لأن هذا الأمر لم يتوقف في التاريخ كله. هناك صليبية، هناك كيد، وهناك مكر الليل والنهار. ولكن دائما حينما يكون الصف المقابل ممتلئا لا يقع أي شيء، لأن هذه طبيعة الأشياء أن يكون هناك تدافع. لكن الخلل هو أن لا يكون هناك تدافع، إنما يكون هناك دافع ومنهزم، وهذه هي الكارثة. حينما قال ابن أبي العوجاء للناس لقد وضعت لكم كذا وكذا من الأحاديث في دينكم، قالوا يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. وضعت الأحاديث لتدلس، ولكن أمامنا، ولذلك وضع المحدثون الضوابط كثيرة وقرأوا الحديث وعرفوا وأعطوا شارات الأحاديث الموضوعة وغير صحيحة. وجهد الأمة الإسلامية في هذا الباب لا يقارن به أي جهد آخر. لا يوجد نص ديني اشتغل عليه كما اشتغل على القرآن والسنة قطعا، إلا حينما يأتي ألفاف الناس وهؤلاء الذين جاءوا بآخرة يتحدثون عن البخاري كأنهم أحاطوا بما لديه علما. على كل حال، هذا شيء أحب دائما أن ألفت النظر إليه، حتى لا نعيش خارج الزمان، وحتى لا نفيق بعد فوات الوقت. لأن كثير من الناس لا يريد أن يتحدث في اللحظة، يتخوف تبعات اللحظة، يتحدث في الماضي، لأن الماضي كما يقال يمجده الناس دائما لأنهم سلموا من شره. كثير من الناس يتحدث عن الماضي بتمجيد وبنوع من التعلق وبحميمية، لأن الماضي انتهى. ولكن الذين عاشوا الماضي عاشوا بآلامه وبأحزانه وبظلمه وبفقره، هؤلاء يقولون قول آخر. وتسأل الإنسان الآن كيف كان الزمن الماضي والآن، يقول لك لا بكري كنا أحسن مزيان، لأن نسي أنه كان يبيت جوعان، ونسي أنه كان يحتاج إلى أن يسير مسافات ليحضر الماء، كان نسي أنه كان يسكن بيتا دائما يهدده بالسقوط إلى غير ذلك، وأن هنالك سيرا على الأقدام دائما، وأنك الركوب لا يدفر بها إلا الأغنياء. هذا كل هذا نسيه الناس. فإذا تحدثوا عن التاريخ ذكروا أشياء جميلة ولكنها ليست هي الواقع. على كل حال، نحن نريد أن نتحدث عن الزمن لا عما بعد الزمن.
على ما قبل ولا ما بعد. نريد أن نتحدث عن لحظتنا ونعيش الآن. خلال الآن متابعتنا لما يكتب للمواقع نعرف إلى أين تتجه الأشياء، وإذا كانت الأشياء تتجه هذا فإنه ليس من الدين في شيء ولا من خدمة الأمة أن ينقص الإنسان. لا يجوز الإنسان أن يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقط. أما الفار فإنه ليس لا يخدم دينه. وللناس أساليب متعددة ليخدم الدين، هي أقوى وأكثر من أساليب الذين يتصدون للدين والذين يتهجمون عليه.